بعد زواجها. هذه كواليس قصة حب نجوى كرم. تتصدر شمس الأغنية العربية نجوى كرم الترند منذ إعلانها رسمياً خبر زواجها خلال حفل غنائي ضخم أحيته في رومانيا بداية هذا الأسبوع، معلنة الخبر السعيد على المسرح أمام الجمهور لتؤكد بذلك صحة الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول زواجها من رجل الأعمال الإماراتي عمر الدهماني، إذ ظهرا معاً في العديد من المناسبات خلال الفترة الماضية. نجوى كرم لم تكشف مؤخراً عن أي تفاصيل حول قصة حبها وزواجها زواجها الحالي، ولكن ترند النجوم رصد فيديو قديم من لقاء أجرته قبل سنوات عبر برنامج كاربول كاريوكي، روت فيه موقفا حدث لها مع أحد أصدقائها المقربين عندما أخبرها بأنه يكن مشاعر حب لامرأة ما ويخجل من مصارحتها، فأخبرته نجوى بأنها ستسانده في موقفه وعلى استعداد للتحدث مع السيدة، فكانت المفاجأة. قال لي بدي قلك شيء. قلت له شو؟ قال لي بدي اقول لك اني انا بحبك. قلت له يخرب بيتك بعد ما قلت لك. انا توترت. قال لي بحبك.